بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من كورس Logging Operations Quality Control المخصص للداتا كواليتي والمقدم من مركز الجوب وجمعية مهندسي النفط العالمية. في المحاضرة السابقة طرحنا سؤال، وهو لماذا يعتبر العمق المقاس من Wireline Logging Operations هو الأدق مقارنة بمصادر العمق الأخرى؟ في العادة نتعامل مع نوعين من العمق أو مصدرين للعمق. الأول هو الدرولر ديبث، حيث يتم قياس عمق البئر عن طريق جمع الطول التراكمي لعمود الحفر الممتد من البيت أو رأس الحفر إلى السطح، حيث يتم قياس أطوال جميع الدرول بايبس والهيفويت درول بايبس والدرول كولرز وبقية البي اتش اي مثل الستابلايزرز والموتورز والبنت ساب والال دبليو دي تولز وغيرها. ويتم ذلك عن طريق استخدام شريط قياس على السطح لكل جوينت ومعدة يتم قياسها يدويا، ثم تدخل هذه المعلومات في جدول يسمى الدريلر تالي، وهذا جدول يحتوي على رقم الستاند وطوله حسب ترتيب نزوله في البئر. ولكن بما انها عملية يدوية فدقة شريط القياس والعامل البشري يلعب دورا كبيرا في وجود كمية لا دقة او uncertainty، وتكون احيانا كبيرة. ولتفادي ذلك يتم استخدام أجهزة قياس ليزرية لقياس الطول بدقة تصل إلى 4 digits، يعني بعد الفارزة 4 مراتب. ولكن أيضا معايرة هذه الأجهزة وفترة الاستخدام يمكن أن تحدث أخطاء بالقياس. عموما كلا الطريقتين تتم في بيئة خالية من الشد، يعني على السطح without tension، الدرول بايبس أو التولز موجودة على الراكس وبدرجة حرارة طبيعية مقارنة بالبور هول أثناء الحفر، حيث الانسرتينتي الموجودة في شريط القياس هي بلس ماينس 1.5 سنتيمتر تو 6 سنتيمتر لكل 30 متر، بينما في الأجهزة الليزرية هي بلس ماينس 0.45 سنتيمتر تو 0.6 سنتيمتر لكل 30 متر. ثم عند إنزال المعدات وبدء الحفر فإن الـ environmental effects من شيد أو tension ودرجات حرارة والبكلينج بنوعيه الهليكال والسينوسويدال والواش أوت والدوغليك والبايونسي والبالونينج وغيرها يمكن أن تغير من قياس العمق ودقته، وتزداد هذه الكميات في الآبار المائلة والأفقية. وأيضا أن قياس الدريلر هو قياس لمرة واحدة غير قابل للمعايرة مع قياسات أخرى، عكس الوايرلاين الذي يتم بمالتيبل رانز حيث يتم عمل كروس فاليديشن بالوايرلاين. يمكن تقليل اللادقة أو الانسيرتينتي في عمق الدريلر عن طريق ضبط العمق من خلال المادلوجر، حيث يقيس ما يسمى باللاك ديبث من خلال قياس زمن صعود عينة التتبع أو التريسر، وعادة ما تكون يعني كرات صغيرة ملونة أو من السطح ونزولها إلى البوتوم ثم صعودها مرة أخرى على السطح، وبمعلومية أقطار البئر والدرول سترينكس الداخلية والفراغ الحلقي لكل مقطع ومعلومات السيركوليشن من فلوريت واس بي ام وضغط وغيرها يمكن حساب العمق. ولكن بسبب عدم انتظام تجويف البئر من الداخل سوف يقلل من دقة الحسابات، وفي النهاية هي طريقة حسابية وليست مباشرة مثل الوايرلاين أو الدرول ديبث. طبعا توجد عدة موديلات لتصحيح عمق الحفار مثل دريلر واي بوينت ديبث ميثود لتطبيق تصحيحات على العمق حسب البارامترات والبيئة لكل بئر. أما العمق الآخر وهو الرئيسي في الحسابات المكمنية وكذلك المابينج وسيميوليشن وغيرها هو اللوجر ديبث أو الوايرلاين ديبث، حيث يعتبر العمق المقاس من الوايرلاين بسبب المعايرة والدقة المتبعة هو أدق عمق يمكن قياسه، حيث يستخدم المهندسين خلال العملية الوايرلاين نقطة مرجعية معروفة ومحسوبة بدقة أو reference point، حيث يستخدم المهندسين reference point أو نقطة مرجعية معروفة ومحسوبة بدقة لعمل التول زيرو أو تصفير العمق قبل النزول في البئر، ويتم استخدام calibrated depth wheel وكذلك magnetic markers ويتم من خلالها حساب طول الوايرلاين كيبل بدقة، وأيضا يتم مراقبة تحرك الطولات داخل البئر وتصحيح العمق لضمان عدم وجود أي طول زائد داخل البئر لم يتم أخذه بنظر الاعتبار أو حسابه، وكذلك يتم تصحيح العمق للستريتش الميكانيكي والتمدد الحراري وحسب معادلات لكل نوع كيبل، حيث تختلف الكوفيشنتس في كل معادلة حسب نوع الكيبل وسبيكته المصنوع منها.
ولكن بسبب الهول ريجوسيتي والتأثير الستيك سليب وغيرها تتغير السرعة صعودا ونزولا، مما يؤثر على دقة العمق. ويكمن التحدي في الأوبن هول أو أول رنة هو ربط العمق لنقطة مرجعية معروفة، وعادة هو أول كيسينج شو. أما في الكيس هول فيتم ربط العمق من المضاهات بين الأوبن هول والكيس هول، وباتباع الماركرات المشعة أو الراديو أكتيف أيزوتوبس والكيسينج تالي حسب السي سي آل أو الماركر بيدز من الجاما راي وغيرها. الفورميشن ايفالويشن والبتروفيزيكس. كلمة بتروفيزياء وتعني فيزياء الصخور، والشخص الذي يعمل بها هو بتروفيزيائي. وعادة ما يتم استخدام كلمة بتروفيزياء وتقييم التكوينات بالتبادل. لماذا؟ لأن أدوارهما متشابهة إلى حد كبير. تعريف علم البتروفيزياء هو دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للصخور والمواقع الموجودة بداخلها، حيث تعتبر الجزء الأكبر المستخدم في تقييم وتوصيف المكامن من خلال الاستخدام المتكامل لبيانات مجسات الآبار وبيانات الكور سامبلز والنماذج النظرية. ويوفر هذا المجال مدخلات حاسمة لتقييم وتطوير مكامن النفط والغاز، بينما تقييم التكوينات يمثل الدائرة الأوسع وتشمل الجيولوجيا والهندسة والبتروفيزياء والجيولوجيا الرسوبية والبترولوجي أو علم الصخور والجيوفيزياء والفحوصات المختبرية للموائع والويل تيست وغيرها. الاختلافات الرئيسية بين تقييم التكوينات وعلم الخصائص الصخرية أو البتروفيزياء على الرغم من التشابه الكبير بين أدوارهما هي كالتالي: من حيث الغرض أو البيرباس، يركز تقييم التكوينات على وصف التكوينات الحاملة للهيدروكربونات وتحديد إمكانية إنتاجها، بينما يتعامل علم البتروفيزياء بشكل أساسي مع نمذجة ومحاكاة التفاعلات بين الصخور والموائع وظروف المكمن لاستنتاج علاقة بينها لفهم تأثيرها على الإنتاج وإنشاء علاقات بين قياسات المجسات والكور سامبل أو ما يسمى بالكوريليشنز تستخدم في الآبار التي لا تحتوي على الكور سامبلز. بينما من حيث السكوب أو النطاق نهائيا يستلزم تقييم التكوينات دمج تخصصات متعددة كما قلنا، مثل علم البتروفيزياء وعلم الجيولوجيا والهندسة لفهم المكامن، وكذلك علم الصخور الرسوبية مثل البيئات والسحنات والعمليات التحويرية إلى آخره من العوامل التي تؤثر على أداء المكمن، بينما يركز البتروفيزياء بشكل أكثر ضيقا على استخدام بيانات المجسات والكور سامبل لتحديد خواص الصخور والسوائل أو الموائع على المستوى الدقيق والمجهري لتقييم إنتاجية التكوين وحركة الهيدروكربونات أثناء الإنتاج الأولي والإنتاج المعزز. من حيث المقياس أو السكيل، ينظر تقييم التكوينات إلى التكوينات والمكامن ككل لتقييم جدواها الاقتصادية، بينما يفحص علم البتروفيزياء الخواص على مستوى المسامات والبيتس. من حيث نتائج العمل، يقدم تقييم التكوينات مدخلات لخطط تطوير الحقول وتقديرات الاحتياطي، وكذلك أمثلية أو تصميم الحفر وفحص الآبار وإكمالها، وكذلك مراقبة أداء المكمن والآبار وسلامة الآبار أثناء طور الإنتاج. بينما يهدف علم البتروفيزياء بشكل أساسي إلى وضع علاقات ونماذج لتحديد خواص التكوينات. من حيث أدوات العمل أو التولز، يستخدم تقييم التكوينات أو الفورميشن إيفالويشن مجموعة متنوعة من البيانات مثل المد لوجينجز والويل لوجز وعينات الكور سامبل والويل تيست ريزولت والمسوحات الزلزالية، كل ذلك ضمن عملية تكاملية، بينما يعتمد علم الخصائص الصخرية أو البتروفيزياء بشكل أساسي على المجسات وتحليل عينات المجسات وعينات الكور سامبلز ووضع نماذج فيزيائية تربط هذه البيانات أو نتائج هذه البيانات مع بعضها. في هذا الشكل نرى التكاملية بين المجسات وبقية الدائرة الخارجية تمثل تولز معينة والدائرة الداخلية تمثل تولز أخرى، وعند دمجهما مع بعضهما تظهر النتائج أو الدائرة الوسطية. فإن أي بيانات تؤخذ بهدف اتخاذ قرار، لذلك يجب توفر متطلبات معينة في البيانات حتى تكون نافعة لاتخاذ القرار. سوف نشرح ذلك بالتفصيل، ولكن الآن نقوم بذكر هذه المتطلبات بشكل أوسع أو بشكل عام قبل البدء بذكر تطبيقات الويلوجز. أولا الدقة والأكيورسي، يجب أن تمثل البيانات خواص التكوينات وتشبعات الهيدروكربونات بدقة دون تحيز المفسر، وهذا يضمن أن عملية صنع القرار تستند إلى الحقائق الفعلية الموجودة في المكمن. ثانيا الموثوقية أو الريلايابلتي، يجب اتباع إجراءات موحدة أو ستاندرايزد
procedures في الحصول على البيانات ومعالجتها للحصول على نتائج متناسقة وقابلة للتكرار. والاكتمال أو الكمبليتنس لابد من دمج جميع البيانات ذات الصلة مثل الويلوجز وعينات الكور ونتائج فحوصات الآبار والمسوحات الزلزالية من أجل الفهم الشامل للمكمن، وعدم فعل ذلك يزيد من اللادقة في نتائج التفسير التمثيلية أو representation. يجب أن تمثل البيانات حجم المكمن المطلوب دراسته وليس فقط مواقع محددة، وإلا فإن الفرضيات خلال التفسير واتخاذ القرار قد لا تكون صحيحة في كل مكان. ذكرنا في السلايد الخاص بالكور سامبل في آخر محاضرة الأحجام التي توفرها كل طريقة قياس. المواعيد أو دقة المواعيد أو التايملنس، يجب تقديم عمليات معالجة البيانات وتحليلها والتقارير ضمن جداول زمنية ملائمة لصنع القرار، لأن المعلومات المتأخرة تحد من الخيارات المتوفرة. تقييم عدم اليقين أو Uncertainty Analysis، في كل نوع بيانات لابد من تقديم نطاقات واحتمالات تفسير النتائج لفهم مستويات الثقة بشكل كمي. Cost Effectiveness، إن جمع كم كبير من البيانات ربما يسهل من صنع القرار ولكن بطريقة غير اقتصادية أحيانا، وأيضا إضافة كميات كبيرة من البيانات ربما لن يساهم في زيادة الفهم، لكن البالانس أو الموازنة في فهم المشاكل واختيار الأدوات التي تساعد على ذلك يحسن من الإنفاقات ويزيد من الفهم. البلانينج، على الرغم من أن البيانات الخاصة بالبئر من خلال المجسات أو الولوكس تتوفر بعد تسليم البيانات أو بعد انتهاء عملية الجس من قبل مهندس الوايرلاين أو قسم التفسير، رغم ذلك قبل بدء العملية تتوفر فإن كمية كبيرة من البيانات تتوفر أصلا، مثل نوعية البيانات المطلوبة أو المعدات الفعالة في بيئة البئر الحالي أو الحقل، وكذلك هندسية المكمن ونوع الموائع والطبقات حيث تتوفر من خلال السايزميك أند باسين أناليسيس، وأيضا تتوفر بيانات من الأوفسيت ويلز أو أوفسيت فيلز حيث يمكن استقراء القيم أو رينجات القيم على الأقل التي سوف تقاس في هذا البئر، وعليه يمكن معرفة نوع المعدات أو الرينجات الصحيحة للقراءات والكلف. كل هذا يدخل في تخطيط العمليات. مثلا إذا كان لدينا مكمن low porosity carbonate والمسامية الأفرج له هي بحدود 3 porosity unit، لذا فاستخدام tool ذات uncertainty plus minus 3 porosity unit لن يكون ملائما، لأنه يمكن أن يعطي 0 ويمكن أن يعطي 6 يعني. لذا فمن الخيارات المقترحة في التخطيط هو تغيير نوع القياسات، مثلا استخدام بوروسيتي مشتقة من الدنسيتي وليس من النيوترون، أو تغيير نوع التول التي تقيس أصلا، مثلا استخدام سبيكترال بدلا من جلوبال، تغيير البروسيجر الكاليبريشن، أو تغيير سرعة الجس، أو تغيير نمط الفلترينج. ومن الخيارات المتاحة أيضا تغيير ظروف البئر والطين، مثلا عند استخدام الأنامار في الأنواع القديمة يتم إضافة مواد حديدية معينة في البئر لعله يعمل. تغيير الشركة أصلا التي تقوم بالجس، ربما هذه الشركة توفر بيانات ذات دقة قليلة مقارنة بشركة أخرى. أن بيانات المجسات تستخدم بشكل كبير من عدة اختصاصات داخل القطاع النفطي وخصوصا الاستكشافي أو الأبستريم دومين، ومن ضمن هذه الاختصاصات هو الجيوفيزيائي أو جيوفيزيست، وهو الشخص المختص بالعمليات الفيزيائية والخصائص التركيبية للأرض، حيث يكون دوره هو فهم التكوينات التحت سطحية باستخدام تقنيات ذات physics based بدلا عن تقنيات ذات sampling المباشر من منطقة الدراسة. ومن أدواته والأشهر هي seismic surveying أو المسح الزلزالي، وكذلك المجسات أو الويلوجز، وأيضا الطرق الجاذبية والمغناطيسية. ويقوم بتكامل مخرجات هذه الأدوات لصنع صورة للتراكيب التحت سطحية أو subsurface formations، وكذلك خصائص هذه الصخور وما تحويه من موائع. أما عمله فيتضمن مسح ومعالجة وتحليل وتفسير البيانات لصنع النماذج أو الموديلز لأي شيء يقع تحت المنطقة الممسوحة. أما استخداماته لبيانات الويلوكس بصورة محددة فهي: أولا، معرفة أن أعماق التكوينات التي تم اقتراحها أو تفسيرها من الموديل الجيوفيزيائي الناتج من المسح الزلزالي هي أعماق دقيقة، حيث يتم قبل حفر البئر أصلا بإنشاء موديل يتنبأ بصخارية التكوينات المتوقع أن تصادف الحفار، وكذلك عمق هذه التكوينات وضغوطها وغيرها من الخصائص بناء على فرضيات. مثلا
يفرض أن المسامية المتوقعة كذا والكثافة المتوقعة كذا، لأن التكوينات لم تحفر بعد، فيتم تفسير شيء بشيء آخر غير معروف وإنما مفروض. فالمجسات يمكن أن تجيب على عدة أسئلة أو فرضيات وضعت من قبل الجيوفيزيائي، حيث تستخدم في محولات الزمن والعمق أو Time Depth Convergence. توفر المجسات قياس دقيق للعمق مقابل كل تكوين، بينما تكون المسوحات الزلزالية بصيغة الوقت المضاعف أو Two-Way Time، حيث يقوم الجيوفيزيائي بمعايرة أو مضاهاة عمق المجسات مع المسوحات الزلزالية، وبالتالي تحويل زمن الوصول المضاعف أو Two-Way Time وزمن يعني ذهاب وإياب الموجة الزلزالية عند عمق معين أو عاكس معين في المقطع الزلزالي إلى عمق مضبوط ومعاير عن طريق صنع معادلة أو محول بين أو ترانسفورم بين العمق والزمن لتلك المنطقة المدروسة، ويسمى هذا بالفيلوسيتي موديل. وهذا هو المفتاح في التحويل من التايم دومين للجيوفيزياي إلى الدبث دومين الذي نستخدمه في الحفر والمكامن وتفسير المجسات وغيرها، مما يمكن المفسر من وضع البيانات الزلزالية في الأعماق المضبوطة للعواكس وربطها مع بيانات المجسات لتفسير الخواص لكل تكوين. يقوم الجيوفيزيائي بصنع الفيلوسيتي موديل الخاص بالمسوحات الزلزالية بناء على فرض الخواص الأخرى مثل المسامية والكثافة ونوع المواعي الموجودة في التكوينات، بينما من خلال المجسات يمكن ضبط هذا الموديل باستخدام مجسات السونيك والكثافة ونوع المواعي فينتج موديل مضبوط. وبما أنه هذا الموديل المضبوط يستخدم في التحويل من التايم دومين إلى الدبث دومين، فإنه الأعماق تكون مضبوطة. السؤال الثاني المطروح من قبل الجيوفيزيائي وتجيب عنه المجسات هو: هل أن المناطق المحتملة كمكامن تعتبر ذات خصائص جيدة كما أظهرها السايزميك؟ طبعا من خلال تحليل الامبليتيود من بيانات السايزميك يتمكن الجيوفيزيائي من تحصيل عدة فوائد، منها أولا التنبؤ بنوع الصخارية أو الليثولوجي، وكذلك التنبؤ بنوع المائع الموجود في التكوينات التحت سطحية، حيث يكون لكل نوع ليثولوجي ولكل نوع مائع سواء كان نفط أو ماء أو غاز قيم امبليتيود معينة ومميزة. وبسبب هذا التنوع في الليثولوجي ونوع المائع تتغير الإلاستيك بروبرتيز، فيسمح ذلك بتفسير نوع الصخارية ومستويات تماس الموائع أو الفلويد كونتاكتس في المكمن. يسمح تحليل الأمبليتيود بوضع الخرائط الستراتيغرافية أو الطباقية، مما يسمح برسم صورة للتغيرات الطباقية للصخور أفقيا ومع العمق، يعني lateral والvertical variations. وكذلك يسمح هذا التحليل بتفسير تركيبية المنطقة أو Structural Interpretation، حيث يدل الشذوذ أو الأنومالي في الأمبليتيود على التراكيب الجيولوجية مثل الفوالق أو الفولت والفولت أو الطيات وأنظمة القنوات أو Channels، حيث تغير من هندسية أو هيئة العواكس أو Reflector Geometries. وأيضا يستخدم في توصيف المكمن أو Reservoir Characterization، حيث يمكن تغير نوع المائع أو الفلويد سبستيتيوشن وتغير الضغوط، يمكن أن تغير من قيم الأمبليتيود للموجات الزلزالية، مما يعطي إشارة إلى امتداد المكمن والتشبعات ونوع المائع وامتدادها وغيره. تحليل السحنات أو الفيسيز أناليسيز، حيث بعض السحنات مثل السيليكا كلاستيك تظهر تغاير معين في الأمبليتيود بشكل مختلف. تحاليل الامبليتيود فيرسز اوفسيت الاي في او او الاي في اي يمكن ان تظهر نوع الصخاريه او المواقع من بيانات السايزميك. ايضا تحاليل الانقلاب او سايزميك انفيرجن، وهي عمليه تحويل البيانات الزلزاليه الانعكاسيه الى وصف كمي للخواص الصخريه للتكوينات مثل المساميه والليثولوجي وغيرها. الهيدروكربون انديكيتورز، حيث يمكن تبيان التمايز بين المكامن الحاويه على الغاز من تلك الحاويه على النفط من خلال تحاليل الامبليتيود مثل البرايت ريفلكترز. تحاليل بيانات الفور دي، حيث تؤخذ البيانات بصوره تايم لابس لتفسير تقدم جبهه الهيدروكربون او المواقع المحقونه وغيرها. كل تلك الأسئلة يمكن الإجابة عنها من خلال المجسات، لأنها تعتبر فحوصات وقيم أكثر دقة وتتم مقابل كل طبقة صخرية، بدلاً عن السايزميك التي تفسر سلوك الطبقات التي تعترض الموجات أثناء ذهابها من المصدر وإيابها إلى الريسيفر. وبالتالي فمعايرة السايزميك عن طريق المجسات يمكن الجيوفيزيائي من تطوير وتحسين الموديلات الجيوفيزيائية السايزميك وتحسين فهم الجيوفيزيائيين لما تحت السطح.
فهذه المعايرة مهمة جدا لتقليل قيم اللادقة والانسيرتينتي في الموديلات المعتمدة لتفسير وضع الطبقات في منطقة الدراسة. فحتى بعد الحفر فإننا نقوم بمعايرة الموديلات الجيوفيزيائية باللوكس لغرض تحسين وتقليل اللادقة الموجودة في موديل التفسير. لماذا؟ لأن موديل التفسير هذا يمتد على كل منطقة الحقل النفطي عكس البئر الذي يمثل نقطة في هذه المنطقة. في الخريطة في أعلى اليمين نجد هذه الخريطة للممانعة الصوتية التي هي حاصل ضرب السرعة في الكثافة وتستخدم بعد الانفيرجن لإنتاج البوروسيتي مابس. فالنقاط التي ترى والأرقام هي قيم البوروسيتي لكل بئر، بينما الخريطة استخدام طرق جيو إحصائية أو جيو كريكينج تعطي دليل على المسامية في هذه المنطقة. ماذا يخبرنا السينثيتيك سايزموغرام؟ طبعا هو أداة تستخدم لمعايرة السايزميك مع المجسات عن طريق تكوين سايزميك صناعي أو بيانات زلزالية صناعية باستخدام بيانات السونيك والدينسيتي المأخوذة في الوايرلاين لوكس. هدف هذا السينثيتيك سايزموغرام هو السيطرة أو الكواليتي كنترول على البيانات الزلزالية، ويتم بالخطوات التالية: يتم تحويل الترانزيت ترافل تايم المقاس بالسونيك إلى منحنى سرعة، وأيضا يستخدم مع الكثافة بسامبلينج ريت يتراوح من 0.5 إلى 1 فوت. وإذا لم يتوفر منحنى الكثافة يستخدم السونيك بمفرده باستخدام تحويلات رياضية لاستنتاج الكثافة. يقوم برنامج حاسوبي بحساب منحنى الممانعة الصوتية أو الأكوستيك إمبيدنس كيرف من خلال حاصل ضرب الفيلوسيتي كيرف في الدينسيتي كيرف، ثم يتم عمل إيفرجينج لهذا الكيرف حيث تحول إلى سامبل انترفالز أكبر لتقليل زمن الحساب في الكمبيوتر، وكذلك تسوية البيانات دون تشويه القيم أو عمل سموثينج. ويستخدم البرنامج بعد ذلك منحنى الممانعة الصوتية الناتج لحساب معاملات الانعكاس أو الرفلكشن كوفيشنت عند كل انترفيس بين سرعات متباينة، ثم يتم اختيار موجة أو ويفلت ذات استجابة ترددية وعرض نطاقي مماثل للبيانات الزلزالية القريبة أو المأخوذة على السطح، ثم تجمع الموجة الاصطناعية المختارة مع سلسلة الانعكاسات لكامل مسح البئر لتوليد إشارة زلزالية اصطناعية أو Synthetic Seismic Trace. يستخدم Synthetic Seismogram لأغراض متعددة في علم الأرض والاستكشاف الزلزالي. من الاستخدامات الشائعة للسينثيتيك سايزموغرام أو المقاطع الزلزالية الاصطناعية هي أولا وأهمها هي المعايرة والتحقق أو الكاليبريشن أند فاليديشن، لأنه غالبا ما يتم مقارنة المقاطع الزلزالية الاصطناعية بالبيانات الزلزالية الحقيقية للتحقق من ومعايرة سلسلة المعالجة الزلزالية. ومن خلال مقارنة المقاطع الزلزالية الصناعية والحقيقية يمكن للجيوفيزيائيين تقييم دقة نماذج السرعة وخوارزميات المعالجة والنماذج التفسيرية. وكذلك تستخدم السينثيتيك سايزموغرام في النمذجة المباشرة أو الفورورد موديلينج، حيث أن هذه المقاطع تستخدم لمحاكاة الاستجابة المتوقعة للتراكيب الجيولوجية التحت سطحية، حيث تساعد في فهم تأثير السيناريوهات الجيولوجية المختلفة مثل وجود صدوع أو لا، وكذلك التغيرات الطباقية أو مكامن الموائع، ويمكن ذلك الجيوفيزيائيين من توقع خصائص وتركيب التكوينات التحت سطحية وما تحويه. أيضا يستخدم السينثيتيك سايزموغرام في السايزميك انفيرجن كمدخلات لتقنيات الإقلاب الزلزالية، والتي تهدف إلى تقدير خصائص التكوينات التحت سطحية مثل الممانعة الصوتية والسرعة والليثولوجي عن طريق مقارنة البيانات الزلزالية الحقيقية بالمقاطع الزلزالية الصناعية. أيضا تستخدم في الريزرفوار كاركترايزيشن حيث تلعب دورا حاسما في توصيف مكامن الهيدروكربون من خلال محاكاة استجابة التراكيب الجيولوجية للمكامن للموجات الزلزالية، وتساعد هذه المقاطع في تحديد المناطق المحتملة للهيدروكربون وتقدير خصائص المكامن مثل المسامية وغيرها، بالإضافة إلى تحسين عمليات الحفر والإنتاج. أيضا تستخدم كـ Aided Interpretation
حيث تقدم هذه المقاطع معلومات قيمة حول التراكيب الجيولوجية التحت سطحية كما قلنا، وتساعد المفسر في تفسير البيانات الزلزالية من خلال مقارنة البيانات الحقيقية بالمقاطع الاصطناعية. ويمكن للجيوفيزيائيين تحديد وفهم ميزات زلزالية محددة مثل الانعكاسات والانكسارات وأماكن الامبليتيود انوماليز. وأيضا يمكن لهذه المقاطع توجيه المفسر إلى تفسير المقاطع الحقيقية، وتساعده في تحديد وامتداد الحدود والتراكيب الجيولوجية للمكمن. وأيضا تستخدم للتعليم والتدريب، حيث تستخدم هذه المقاطع على نطاق واسع في الإطار التعليمي والتدريبي. الفرع الآخر من فروع الجيوساينس الذي يستخدم المجسات للإجابة على عدة تساؤلات هو الجيولوجيا. ومن أول هذه التساؤلات هو تحديد الفورميشن توبس. كما نعلم أن كل فورميشن يظهر سلوك معين على المجسات، ومن خلال دراسة هذه التغيرات في سلوك المجسات وكذلك ربطها مع البيانات الأخرى مثل بيانات الآبار المجاورة، بيانات المدلوغة، تغير في الليثولوجي، تغير في بارامترات الحفر مثل ROB، وكذلك تغير شكل أو لون الفتات، نسبة الغازات، وأيضا تركيز الشواهد النفطية المقابلة لكل سلوك معين على المجسات. وأيضا ويتم الاتفاق على سيجنتشر معين واقع على الويلوجز ومقابل تغيرات معينة في بيانات المدلوجر، ويحدد عند هذه السيجنتشرز الفورميشن توب، وبذلك يستفاد من المجسات في تحديد العمق النهائي للفورميشن توبز بسبب دقة وتصحيح العمق المقاس خلال عملية الجس. السؤال الثاني، هل إن البيئة الجيولوجية مناسبة لتراكم الهيدروكربونات وإنتاجها؟ يقوم الجيولوجيين بإنزال ودراسة أنواع المجسات التي تساعدهم في عملهم، وعموماً فالجيولوجي يبحث عن نقاط رئيسية، إن توفرت هذه النقاط يقوم بعدها بدراسة التفاصيل. فمن خلال المجسات وبقية البيانات الجيوفيزيائية والبيانات السطحية يدرس توفر العوامل الآتية: أولاً السورس روك أو الصخرة المصدرية، حيث يمكن للمجسات تحديد قيم ونسبة المواد العضوية الكلية أو Total Organic Content في الصخور الرسوبية العضوية مثل بعض أنواع الشيل التي تقوم بتوليد الهيدروكربونات بعد أن تطمر على عمق مناسب. ومن هذه المجسات الجاماري والمقاومة النوعية أو الريزستيفيتي، حيث تستخدم لاشتقاق Total Organic Content. ثانيا الصخرة المكمنية أو الريزرفوار روك. في الصخرة المكمنية يجب توفر خاصيتين، الأولى هي البوروسيتي وتسمى المسامية وتعكس مدى مخزون الصخرة، والخاصية الثانية هي البيرميابيليتي تعكس سماحية الصخرة بجريان الموائع عند الإنتاج. وأيضا يقومون الجيولوجيين بدراسة التشبعات أو الساتوريشنز، وهي نسبة الموائع المختلفة التي تحتل المسامات لصخرة ما. ومن الأمثلة على الصخور المكمنية هي اللايمستون والساندستون والدولومايت، وتسلك هذه الصخور سلوك معين في المجسات مثل جاماري قليلة، مقاومة عالية وهكذا. وتتم دراسة هذه الصخور المكمنية بعدة أنواع من البيانات مثل بيانات الكواد كومبو أو الولوج الاعتيادي، وبيانات الهاي تكنولوجي لوجينج مثل الانامار والفاماي، وكذلك الموديلات المشتقة التي تربط بيانات المجسات ببيانات الكور سامبل. النقطة الثالثة التي يقوم الجيولوجي بدراستها هي النضج أو الماتوريتي، وهي دراسة نضج المواد العضوية ومدى نسبة تحولها إلى نفط أو غاز. ولهذا يجب أن تكون الصخور المصدرية مدفونة بعمق معين أو مناسب لتوفير الضغط والحرارة الكافية لنضج البترول، ليكون المحتوى العضوي ضمن الأويل أور غاز ويندو. النقطة الرابعة هي المصيدة أو التراب. كما نعلم لتراكم الهيدروكربونات يجب توفر العناصر التالية: الصخرة المصدرية والمكمن وصخرة الغطاء السيل روك أو الكاب روك. أيضا يجب توفر الشكل أو التركيب الجيولوجي الذي يسمح بحجز الهيدروكربونات، وهكذا تتكون هذه المصائد. وتكون هذه المصائد على عدة أنواع، وهي إما تركيبية structural مثل الطيات الفولز والفوالق، أو ستراتيغرافيك مثل البنش أوت أو والنوع الثالث هو الكومبينيشن أو المركبة.
مثلا تكون على شكل طيه او فولت يرافقها تغير في السحنات جيولوجي بدراسه الغطاء او السيل او الكابروك، وهي عباره عن صخره كتيمه لا تحتوي على اي نفاذيه او كسور او فوالق لكي تقوم بوظيفه الحجز او حجز الهيدروكربونات. من هذه الصخور هي صخور الانهايدرايت او الشيل او المارل او التايت لايمستون، وتقوم المجسات بدراسة هذه الصخور وتحليل السيل انتجريتي ونوعها وغيرها من الأمور التقنية. ومن العوامل الأخرى التي يقوم الجيولوجي بدراستها هي الهجرة أو المايجريشن. كما نعلم تحتاج الهيدروكربونات بعد تولدها في الصخرة الأم أو المصدرية أن تهاجر لتحجز في المكمن، وبذلك فهي تحتاج إلى ممرات ومسارات للوصول إلى المكمن، وتوفر الكسور والفوالق والمسامات وتكهفات ممرات جيدة، ويتم دراستها من خلال مجسات التصوير أو المصورات أو الإيميج لوكس مثل البي اش تي في، الاف ام اي أو الاو بي ام اي وغيرها. وبمضاهاة هذه التكوينات في الآبار المختلفة وفي الحقول المختلفة ودراسة التغاير فيما تحوي هذه التكوينات، يمكن دراسة النظام الجيولوجي الإقليمي الريجينال أو المناطقي اللوكال بدقة، مثل التغير في السمك وتركيبية التكوين عبر الحقل أو عبر المنطقة ككل. وعندما نقوم بربط هذه البيانات مع بيانات السايزميك نستطيع دراسة امتداد وأعماق التكوينات الجيولوجية والتغير في خواصها مع العمق ومع المكان، يعني horizontally و vertically، وأيضا دراسة الأنايزوتروبي وهي التغير في خصائص التكوين مع الاتجاه، أو الهيتروجينيتي وهي التغير في خصائص التكوين مع المكان. وأيضا سلوك المجسات يمكن أن يدل على البيئة الترسيبية للتكوين أو المكمن، خصوصا في الكلاستيك روكس حيث يتم دراسة الكومبينيشن بين الجاماري والرزيستيفيتي، وبناء على شكلها يتم تحديد البيئة الترسيبية. أيضا ذلك ليس قطعي وإنما كواليتيتيف، لأنه بعد أخذ الكور يتم عمل دراسة بترولوجية ودراسة ترسيبية كاملة. دراسة الليثوفيسيز، يقوم الجيولوجي بتفسير ودراسة المجسات لتحليل الليثوفيسيز. لماذا؟ لأنه من خلال دراستها يستطيع فهم بنائية المكمن أو الريزفوار أركيتكتشر، وكذلك فهم الهيتروجينيتي في المكمن، يعني التغير في الخواص من بين بير وآخر أو من مكان لآخر، بحيث تمثل الليثوفيسيز أنواع الروك تايبس المتوفرة في المكمن، وأيضا تمثل بيئات ترسيبية مختلفة، وكذلك العمليات التحويرية أو الدياجينيتك بروسيسز المختلفة التي طرأت على الصخور بعد الترسيب، وأيضا تمكننا من فهم إمكانية تواجد الهيدروكربونات وجودة المكمن، وبالتالي هل هناك إنتاج اقتصادي أم لا. وبفهم توزيع الليثوفيسيز نستطيع بناء موديلات ترسيبية للمكمن ونفهم تموضعه أثناء الترسيب، وأي المناطق ذات خصائص جيدة وأيهما لا، يعني أي مناطق مثلا في الكربونات أي مناطق تكون ريف يعني ذات خصائص جيدة، وأي مناطق تكون أوبن مارين تحتوي على أطيان وغيرها وذات خصائص غير جيدة. ومن خلال فهم السحنات يتم أيضا بناء موديلات وربطها بالروك تايب والفلو يونيت، وبذلك نستطيع نمذجة النفاذية لكل روك تايب، نفهم امتداد كل فلو يونيت في المكمن، لأن كما أسلفت أن لكل ليثوفيسيس تمتلك خصائص بتروفيزيائية مختلفة والتي تؤثر على جريان المواعي بشكل مختلف، وبالتالي نعرف أي منطقة ذات نفاذية جيدة وإنتاجية جيدة وأيها تمثل حاجز أو مانع للجريان، وهل يوجد pinch out للمكمن أو لا. فكما نرى في الأسفل على اليسار نرى أن لكل نوع ليثوفيسيز هناك تغير في الكابيلر بريشر ومرتسم الفاي مع الكي أو النفاذية مع المسامية. على سبيل المثال الهيدروليك فلو يونت رقم واحد تمتلك أسوأ الخصائص لأنها النفاذية والمسامية قليلة، وكذلك مرتسم الضغط الشعيري أو الكابيلر بريشر له
قليل يعني غير حاوي على النفط. فعند دراسة هذه الفلو يونت نستطيع عمل أمثلية أو أوبتمايزيشن للحفر والإكمال وخطط الإنتاج، حيث بعض الليثوفيسيز تتناسب مع أنواع إكمال معينة وأنواع إنعاش معينة أو ستيميليشن معينة لا تتناسب معها الأنواع الأخرى. ومما سبق نستنتج أيضا إمكانية توزيع الخصائص البتروفيزيائية في المناطق التي لا تمتلك كور سامبل عبر المكمن، حيث دراسة الليثوفيسيز كما نعلم تتم بربط الكور مع الويلوغز مع السايزميك وغيرها من البيانات في السكشنز والاكس ار دي والسي تي وغيرها، ثم عمل موديل الليثوفيسيز، ثم استنباط كوريليشنز بين الويلوغز والليثوفيسيز، وبالتالي يمكن ان تستخدم وتوزع بناء على سلوك المجسات المتشابه في الابار التي لا تحتوي على عينه كور. وأيضا تفيد في مضاهات المكامن المختلفة، حيث يتم دراسة الطباقية للمكامن المتجاورة أو بين الآبار، وبهذا نستخرج خرائط تركيبية ونرى ذلك على اليمين في الأعلى، حيث بدراسة الليثوفيسيز يمكن عمل مقارنة أو correlation بين الآبار المختلفة. في الأسفل نرى profile أو cross section الموديل، وهذا الموديل بين 4 آبار ونستطيع أن نرى امتداد الليثوفيسيز المختلفة، وبهذا نستطيع أن نرى الطبقات ذات الخصائص الجيدة وامتدادها عبر المكمن.